الجناح الوطني في معرض مراكش للطيران، واستضافة دولة الإمارات كضيف شرف في هذه النسخة، يثبت أهمية مشاركاتنا ونجاحها في المعارض الدولية، حيث أن مشاركة جناح دولة الإمارات في المحافل الدولية تعكس اهتمام جميع الوفود الرسمية والزوار للاطلاع على تجربة دولة الإمارات في مجال التصنيع الدفاعي والأمني. ومن خلال كل ما تستعرضه الشركات الوطنية من منتجات دفاعية، حرصنا على إبراز شعار معرض مراكش للطيران، وهو التميز والابتكار. محظوظين ونفخر جميعاً بأننا ضمن فريق عمل إماراتي يحمل شرف تمثيل دولة الإمارات في المحافل الدولية، وخاصة في مجالي الدفاع والطيران. هذه المشاركات نعتبرها فرصة كبيرة، وكل شخص منا له الفخر والسعادة بأنه ضمن فريق عمل يمثل وطننا الغالي. تشرفنا بزيارة العديد من المسؤولين والوفود الرسمية وممثلي سفارة دولة الإمارات في الرباط والملحق العسكري، والذي نشكرهم جميعاً على جهودهم معنا. هذا الإقبال الكبير على الجناح يؤكد نجاحنا والتزامنا بأن نكون على قدر هذه المسؤولية. شكراً.